صباح الفل على كل مشاهدينا. الاهتمام أساس الحب، والطاعة هو الأمر واجب على كل زوجين. الطاعة تفرق جدا لو كانت عن الغصب والاقتدار، وتفرق برضو لو كانت الطاعة عن المحبة والرضا. زمن السيد خلاص انتهى، زمن الأمر والطاعة، كان يقعد كده ويستربع ويأمر ويحكم. زمان السيد كان بيحكم أمينة، وكان دايما ينادي على أمينة: انت فين يا أمينة؟ نعمين يا سي السيد؟ خلصتي الأكل يا أمينة؟ أوام يا سي السيد؟ يا أمينة نعمين يا سي السيد؟ فين مية دافية يا أمينة؟ حاضر يا سي السيد. يا أمينة نعم يا سي السيد. أكلتي العيال يا أمينة؟ من بدري يا سي السيد. وهكذا وهكذا كل يوم على هذا الامر. سي السيد بقى كمان كان كل يوم يرجع السهره صباحي. دلوقتي العلاقات اختلفت، مش الراجل بقى مش لازم يرجع بقى وش الصبح، او يكون ليه علاقات متعدده بره في سهره بالليل، لا هو ممكن على الانترنت يشوف واحده عجبته كده على الفيسبوك او السوشيال ميديا، يخش يكلمها: صباح الخير يا فندم، ازاي حضرتك، ممكن نتعرف؟ طب ممكن رقم حضرتك؟ ده الاسلوب اللي ماشي اليومين دول، نتعرف. والهانم مطنشة: حضرتك لازم تهتمي بيه اكتر من كده، حضرتك لما يجي من البيت لازم تديله اهتماماته وتصبري عليه، مش اول ما يدخل الولد انضرب من الجيران، البنت مصاريف الدروس، انا تعبت من شغل البيت، على الهادي يا زبادي، بالراحة عليه واحدة واحدة، مع كل أكلة حلوة، مع فنجان قهوة، مع كل كلمة حلوة تحكي له المشاكل هتروح على طول. لأن الراجل والست كل واحد منهم له حقوق وواجبات. انت بقى تعالالي. حاجات بسيطة جدا تفرق جدا، يعني مثلا لما تلاقيها شايلة طشة الغسيل تشيله من على ايديها، تخفف حملها، هي هتنشر الغسيل، بس انت ايه لما تشيل الطشت هيفرق معاها جامد قوي، وخصوصا لو كانت حامل هتحس ان انت بتخاف عليها. ما تخليهاش تنزل السوق وتتعامل مع البياعين، خلي ايدك بايديها، قول لها كلمة حلوة، قول لها كلمة بحبك وحشتيني، فاجئها حتى وانت في الشغل، حتى وانت مش فاضي، فاجئها وشوف اهتماماتها. كمان لما تيجي تعدي الطريق امسك ايديها، والله هتحس بامان. حاجات كتير جدا، حاجات كتير جدا. فكرها دايما بالصلاة وبالقرآن، هتلاقي دايما كل حاجة وحشة في البيت راحت، مفيش خلافات كتير. ايه كمان حاجات كتير جدا يا رجالة، بس انت اهتم، لازم يكون بينكم حسائل. اهدي يا ابله، اهدي يا ابله، اهدي، انت كده هتفرعنهم علينا وتخليهم يركبوا ويدلدلوا رجليهم. انت مين وعايز ايه؟ مش مهم انا مين، المهم الكلام ده ما يصحش خالص يا ابله. ايه اللي بتقوليه دي؟ عرفنا بيك الاول وين انت عايز ايه. اني ابو مرزوق من كفر ابو شقافي، فرع الترعه الفوقانيه ورا الجمازي. يعني ايه حكايه الكلام ده وايه الكلام ده؟ مش فاهمه. ما انا قلت لك اهوت ورا الجمازي. ايوه، نروح له منين؟ من الناحيه دي. طيب قول لنا انت عايز ايه. يا ابله الكلام بتاعك ده ما ينفعش، انا الوليه عندي بتتفرج عليك من هنا، وتقفل التلفزيون وتقلب لي نافوخي وتقول لي انا عايزه كريم وش وكريم شعر وكريم قفي، وتقعد تلطخ من هنا وتمسحه، وهي نفس خلقه عاول امبارح. وبعدين ايه بقى، فلوسك بتروح على الكلام ده يا ابو مرزوق؟ الولا شعلان الجورنال جي بيقول عليه المواطنات تحت خط الفكر. طب ما ده حقها يا ابو مرزوق. حقها ايه؟ قصر حقها. ايه الحقها؟ ده ديك النهار جايه تقول لي ايه بقى، اتفرجت على الحلقه كده وقفلت، وقامت ماسكاني بقى زي عفريت العلبه، عماله تنطلي في كل حته في البيت. قال ايه؟ انا عايزه بودري. ايه؟ انا عايزه بودري. ايه؟ انا عايزه بودري. جبت لها برطمان بودري قد دراعي ده اهو، وما عجبهاش. استنى استنى استنى، بودره ايه اللي قد دراعك ده كله؟ هتكون ايه يعني؟ بودره صراصير. صراصير؟ ايوه يوم النهار، عشان تبقى منهي تكافح الامل والنمل والديدان، ومنها تمسح وشها كده عشان تفتح وتزنهر. تعالى كده بقى، ما بتجيبهاش دريم بارك وتجيب لها هوت شوكليت وحاجات زي دي؟ لا حد الله بينه وبين المخدرات. طيب يا مرزوق، ما تقولهاش كلمة حبيبتي وحشتيني؟ لا لا، والنعمة والنعمة قلت لها.
برافو عليك. بس ده من 7 سنين لما خدت ذهب هيه وجبت بقرة. خبر ابيض ابو مرزوق. طيب قولنا، عايز تقول حاجة تانية؟ اه طبعا، امال ايه؟ هو انا يعني هقعد هنا ومش هقوم؟ انا قول. اسمي ابو مرزوق مش ابو ملزوق. انا هقعد كلمتين وهمشي يعني، ما تقلقيش. اتفضل يا ابو مرزوق. انا من موقعي هذه بطالب البت سنيه وامه سنيه وخالد سنيه وابوه ان هم يشيلوا الغسيل بتاعهم من فوق السطوح. ليه بقى؟ لان الهواء نشفه وجابه في الدار عندي. والوليه عند ام مرزوق اول ما شافته كده قالت لي ايه الغسيل المعفن والمنيل ب 60 نيله دي؟ ها؟ وقامت قايله لي احنا ناخده ونعمله خشن للحمام. فانا بطالب بقى المسؤولين والسلطات المعنيه والمسؤوليه كلها ان هم يلموا الغسيل ويلموا لسانها، عشان بصراحه هي تستاهل قطعه. وايه بقى؟ ربنا يقدرني على فعل الخيرات. والسلام عليكم. وعليكم السلام يا شاكرين مرزوق. يا ام مرزوق. عليكم السلام. فاصل ونواصل. منا ارجوك سيبيني دلوقتي عشان عندي شويه مشاكل في الشغل، وجهزي الغدا دلوقتي. ايه ده؟ لا طبعا، مش قبل ما تشوف الاوضه الاول بتقولي تسلم ايدك يا حبيبتي وربنا يخليكي ليا. منا انا عندي عجز النهارده في الموازنه. ايه ده معقول؟ اه انت صح، احنا عندنا عجز في موازنه البيت ولازم تزودي المصروف بقى على فكره، عشان انبوبتك بتجاز جريت واللحمه انا هترفد من الشغل. ايه؟ بقول انا هترفد من الشغل. قنبلة ولا في ايه؟ أنا سامعة صوت دبان دخل الشقة. يا ربي أنا لسه منظفة كويس ورشة. ايه؟ دي ما بقتش العيشة دي. خلاص يا حبيبي معلش. ايه ده أنت؟ أيوه بقول أنا هترفد. أنت اللي دخلت من الباب دلوقتي فأكيد الدبان دخل معاك لما فتحت الباب. سيب الدبان، أنا بحب الدبان، أنا هتغدى دبان. بقول هترفد يا عالم. صح. ايوه رجعتي تاني قلتيلي انه بقى ضيق، وانا بقى وديت فضول النهارده عشان يوسعهولك عشان تتبسطي حماتك. فين الكرة اللي كانت بتهزق؟ كورة فين؟ اي ايه ده، انت عارف الكورة دي؟ اه انا بقى لقيتها لك النهارده وحطيتها لك في الشنطة. سيب الكورة مش عايزها. قومي جهزي الغدا قبل ما تشل اكتر من كده. لا طبعا، مش قبل ما تشوف انا اللي نزلتها لوحدي النهارده عشان اغسلها، وحطيت لك معطر الجو القطه عشان لما تيجي كده تشم وتنبسط. افرح بقى يا اخي. الحل الوحيد ان انا انتحر واريح نفسي منك. ايه ده، انت عايز تنتحر من غير ما تقولي تسلم ايدك يا حبيبتي وربنا يخليكي ليا؟ بصي يا حبيبتي، انا الحل الوحيد اللي هقول لك فيه الكلام اللي بتقول عليه ده ان انت اللي تنتحر. ايه رايك؟ موافقة. يلا. بس أنا هعرف إزاي إن أنت قلت لي كده معايا؟ أقولها لك مقدما يا ستي. يلا. ميرسي يا بيبي، ألف شكر يا حياتي، ربنا يخليك لي يا روحي. يلا بقى عشان ما تأخرش على الانتحار. يلا. يلا بينا. يلا. يلا يا قلبي. جنب مقلب الزبالة كده وخلصينا منك، مش عايزين نقلب حد معانا بس. يلا بالنار بقى. ورجعنا لكم تاني ولسه من كام معاكم فقراتنا. تسمح لي بقى ارحب بضيفي اللي كان معايا من شويه ابو مرزوق، والمشهد اللي انتوا شفتوه من شويه الممثل والكاتب الساخر احمد طمان. اهلا بيك يا احمد. اهلا وسهلا، ازيك يا دينا؟ الحمد لله. ايه بقى، انا بس في البدايه بس عايزه اعقب على موضوع المشهد. الست كويسه وشالت الستاير وعطرت لك الاوضه وبتقول لها تنتحري، ينفع كده؟ لا هي الفكره فعلا، على فكره ان يعني الموقف ده بيحصل مع كل الرجاله، اللي هي ما تبقاش حاسه بالمثلا المشاكل والحاجات اللي عنده في الشغل، فتلاقي هي في وادي وهو في وادي تاني. هو مشغول بكل اللي بيحصل له وهي مصره انه يقول لها شكرا وبحبك وحشتيني،
مهما كانت حالته النفسية، مهما كانت مشاكله والحاجات دي كلها. ما هي برضو يعني هو محتاج وهي محتاجة، لأنها تبقى في البيت وقرفانة والعيال وكده بقى، ومشاكل الدروس وبتبقى مضغوطة، وكمان بقى لو عندها مثلا شغل وقفته وكده، وكاريرها برضو محققتش أحلامها، فبرضو تبقى مضغوطة، محتاجة بس كلمة تقولها أنت مالك. بالظبط. هي فكرة بس اختيار التوقيت يعني. خلاص هو يلاني هترفد، انا عندي مشاكل في الشغل، اصبري بقى على المخدات والحاجات الستاير ومش عارف ايه اللي بتتكلم فيها وقتها، بس مش اكتر. وهكذا، ده اللي كانت فكرة السكتش يعني كلها. كلمني بقى على ابو مرزوق، انت عملت كام اسكتشات قبل كده كتير، وشخصية الصعيدي وكده، يعني لما طلبت منك ان احنا نعمل حاجة ساخرة للمشهد الزوجين، جات لك الفكرة بسرعة كده في 10 دقايق ان انت تكتب المشهد؟ والله انا من زمان يعني رابط حته التمثيل الساخر بالكتابه، ان انا دايما عارف ان اصعب انواع الكتابه هي يعني الكتابه الكوميديه. فلما بيجي نطلب مني اي حاجه بالذات في سكه الكوميديا او كده، يعني ببقى مهتم جدا جدا بالورق، لان كمان لما بنتجه للسوشيال ميديا فبيكون وقتها قليل، فما ينفعش مثلا يكون معايا 3 دقايق اللي هي مثلا كتابه مشهد واحد، فيعني اضيع وقت كتير فيه. لازم دايما اكون بختصره، املاه افيهات، املاه يعني افكار جديده وحاجات من ديت. فهو الكتابة بتكون أهم شيء في أي عمل ساخر وهكذا. برضو التنوع بتاع الشخصيات بيبقى حلو، يعني اللي هو الناس مثلا متعودة على مصطلحات معينة، دايما برضو الأعمال الكوميدية بتنجح لما يسمعوا مصطلحات أول مرة يسمعوا. فبرضو بنحاول نمسك مثلا الحروف معينة نقعد نلعب فيها، ديت مثلا متعودين يقولها بشكل معين، نغير الحرف ده ونغير طريقة الكلمة دي نفسها عشان تعلم معاهم، مش ديت الكلمة اللي بيسمعوها على طول وهكذا. فطريقة الكتابة الساخرة نفسها يعني بتاخدني في السكة دي على طول. وكمان مجاله قليل. يعني الناس اللي بتكتب كوميدي كويس في مصر مش كتير. وللميديا كمان يعني المسرح ممكن يكون الموضوع أخف شوية، لأن المسرح بيبقى وقت طويل، فمتاح إن أنا يعني أفرد كلامي في جمل طويلة قوي. إنما الميديا بتبقى مثلا وقتها 3 4 دقايق، فبتبقى محتاجة دايما إن أنا أقلل الوقت بتاعي. بس انت يعني شخصيتك مختلفة خالص عن التمثيل، بالظبط. يعني انت دلوقتي رزين وقاعد كده تمام. وبتفصل ضحك بعد المشهد اللي بتعمله مثلا فلاح او صعيدي او ايا كان يعني، وبتفكرني بلهجتك كده الله يرحمه نجاح الموجي، مش عارفة يعني هو يعني كتير بيشبهوه بفنانين كوميديين كتير، بس نجاح الموجي كان شخصيته مميزة في طريقة اللهجة اللي انت بتتكلم بيها. والله شخصيتي بشكل عام فعلا وقت التمثيل حاجة وحياتي الشخصية حاجة تانية، لأن حتى لما جيت تكوين الشخصية بتاعتي من الأول كان كده، إن أنا فعلا عايش حياتي كلها رزين مثلا معين، مهتم بدراستي وبشغلي والكلام ده. وبعدين دخلت بقى المسرح، يعني حبيت الجو ده أوي، فبقيت في جو المسرح برضو. يعني الكلام ده شفته أول يوم دخلت فيه المسرح أتعلم فيه تمثيل أو كده، لقيت كل أصحابي كده، لقيت بعدين محترمين مع بعض وكويسين وزي الفل. اول ما المخرج يقول له قوم اعمل بقى المشهد بتاعك، فبلاقيه اتقلب قرد بقى، يعني الدنيا بتتشقلب معاه. فمن ساعتها وانا حبيت الجو ده اصلا. كلنا كده، ما انا برضو بتحول قبل الهوا حاجه لا وبعد الهوا حاجه تانية اكيد. خالص. انت بدأت المجال سنه كام بالظبط؟ تقريبا من زمان، من 2008 مثلا دخلت الفرقه القوميه الاول في طنطا، اشتركت الاول في اعمال بسيطه كده كمسرحيات، وبعد كده كانت وزارة الصحة بتعمل ندوات عن بعض الأمراض عندنا في الغربية، فاشتركت معاها إن أنا بقيت بعمل الاسكتشات ديت على مستوى الجمهورية كلها، إن هم يقدموا الناحية العلمية وأنا ألف الاسكتشات اللي ندخل فيها العلم بتاعهم في الناحية الفنية. فمشيت معاهم بقى فترة كبيرة لحد بعد كده بدأوا يوقفوا النشاط ده لأسباب بقى معينة عندهم. بدأت أتجه بقى للميديا والقنوات التلفزيونية، وأقدم فقرات ساخرة مع بعض القنوات وبعض البرامج، وبعد كده بقدم برامج ليا لوحدي. وحاليا بقى متجه اكتر للتسويق والسكه ديت، يعني بعدت شويه عن عن الناحيه الفنيه. ايه اكتر تجربة في حياتك اثرت فيك او كانت انطلاقة انت بتفتكرها كده؟ والله اكبر تجربه كانت الاعلان اللي كنت عملته، اعلان اسمه زيت السيسي، كان عملته بالصدفه البحته، اتفاجئت ان كل القنوات بتذيعه سنة 2014. بالظبط. اتفاجئت ان كل القنوات بتذيع وكل واحد خده بقى على اتجاهه. يعني وقتها كان الشارع محتدم سياسيا جدا، فاللي قال كويس جدا واللي قال وحش جدا خدوا الناحيه السياسيه، ما خدوش الناحيه الفنيه اللي هو انا عامل بالاسم ده ليه او كلام من ده وقتها. فدي كانت اكبر تجربه فرقت معايا، ورغم ان هو جالي بمنتهى الصدفه. يعني انا كنت بقدم برنامج ساخر اسمه فشره الاخبار، فجاء مدير القناه وهو نفس معدي بالصدفه، الكاركتر. شافني وانا لابس صعيدي وبالشنب وكل حاجه بالصدفه البحتة، قال لي ثواني كده قبل ما تخلص الشغل بتاعك، قبل ما تقلع ومش عارف ايه،
خد الازازه دي تعمل عليها اي حاجه، ولا اي كلمتين ومشي. فحتى انا عملتها ونسيت ان انا عملت الاعلان، فاتفاجئت فجاه ان كل القنوات قعدت تذاع وتتكلم عنه، وعلى السوشيال ميديا طبعا. بس لميس الحديد ايما كانت مبسوطه منك قوي. انا كان واخد الاتجاه بتاع استاذ لميس الحديدي فانبسطت جدا منه. وبرده كان باسم يوسف، كان عدد كبير جدا من المشاهير عرضوه واتكلم عنه بشكل كويس يعني، وهكذا. وجاب لي نوع من انواع الشهره اللي هو عدد كبير من القنوات اللي انا ما كنتش احلم بصراحه ان هم يتكلموا عنه ويعرضوا عليه شغلي وكلام من ده. لا يعني استطردوا فيها، كبروا الموضوع وكلموا فيه كتير يعني. مش عايزاك تنسى برضو الكاركتر ده، احنا بدأنا مع بعض في 2012 في التلفزيون المصري. يعني احب افكر مشاهدينا انا بدايتي كان في التلفزيون المصري في 2012 من سنين يعني. فكان في فقرة المخرج الجميل بجد انا بحييه ناجي العيساوي، هو اللي كان بيكتشفنا، كان بياخد المواهب المتخرجين وبيديهم فرصة جوه البرامج ان هم يعملوا فقرات. فاختار احمد في فقرة الصعيدي، كان يقدم النشرة بس بشكل مختلف في التلفزيون المصري. لا التجربة دي بالنسبة لي طبعا تجربة مهمة جدا، وبشكر فعلا جدا الناس اللي وقفوا جنبي في التلفزيون، لأن كانوا مخصصين لي مكتب ومخصصين لي جزء في كل أسبوع، برضه بيدوني الأخبار العادية فبحول منها أو باخد منها الجزء الساخر وأطلعه برضه بشكل إفيهات لذيذ كده بكاركترات مختلفة. مرة عملته بالصعيدي، ومرة بالفلاحي، ومرة بالبورسعيدي، مرة إن أنا ألدغ يعني. كل مرة كنت بعمل كاركتر جديد كل أسبوع، لكن كنت بقدم أخبار حقيقية اللي هم اللي عايزين يقولوها، لكن بعد ما انا بقى اغير شويه في الشكل بتاعها واخليها مثلا تتحول لاخبار ساخره وهكذا. هي تجربه بصراحه بالنسبه لي قويه جدا، ويمكن من غيرها ما كنتش اقدر اقدم برامج كامله بعدها على قنوات مختلفه وكده. هي فرصة بصراحة كانت أياميها كانت وقت جميل، دلوقتي ما نلاقيش فرصة زي دي أصلا. يعني دلوقتي انا بصراحه شايف ان الاعلام ورجال الاعمال بقوا رجال عمله واحده، اللي هو مش هقدر اقدم حاجه غير وانا مثلا على علاقه برجال اعمال، او انا نفسي بقيت رجل اعمال. يعني الموضوع بقى اصعب بكتير جدا من الفتره اللي احنا كنا بنقدم فيها الشغل ده براحتنا وكده. طيب ايه اكتر برامج بقى من اتجاهك انت الساخر اللي عجبتك شفتها حاليا او تتمنى انها تكون موجوده نوعيه معينه؟ هي نوعيه البرامج اللي هي بتناسب الاتجاه بتاعي، برنامج زي ابو حفيظه، برنامج زي احمد امين، الناس ديت شغاله كويس جدا في الاتجاه الساخر. احمد امين اللي انطلق قوي اليومين دول ما شاء الله. هي لا هي برضه مميزاتهم اللي هو الكتابه، يعني هم بيبداوا ان هم بيكتبوا كويس جدا فبيقدموا برامج ساخره حلو، سواء بقى على السوشيال ميديا او على التلفزيون، فبتكون بقى بينطلقوا منها الى بقى الافلام المسلسلات الحاجات دي كلها. لكن نوعيه البرامج ديت هي البرامج برضه اللي انا يعني ماشي فيها بالظبط، او الاتجاه بتاعي بالظبط. طيب لو انت بتحب التمثيل اكتر ولا الكتابه؟ انا يعني انا دلوقتي لما جيت اقول لك اكتبك ممثل ولا كاتب تقول لي انا بحب الكتابه الساخره اكتر، مع انك بتمثل كويس قوي 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 قوي. هي مش مساله ان انا بكره الكتابه بكره التمثيل، انا بحب الاثنين كويس، ولكن لو قلنا مثلا ان انا مميز في ايه عن ايه، فانا عارف ان انا مميز في الكتابه. يعني عدد الناس اللي بيكتبوا ساخر في مصر اقل بكتير من عدد اللي بيمثلوا كوميدي، فعارف ان ديت ايه يعني الفئه بتاعتها قليله، فديت اللي مثلا بتميزني فيها شويه. انا خدتك بعيد عن المجموع اللي كنا بنتكلم فيه اصلا المتزوجون، ومسمين النهارده الحلقه المتزوجون فقط. تمام. عايزه يعني تقول لي رايك بقى بصراحه بقى بجد بقى بشكل جدي، العلاقه بين الزوج والزوجه، الحقوق والواجبات بجد اللي المفروض تبقى موجوده، لان احنا دلوقتي بنشوف تعدد الطلاق وتعدد اللي مفيش مسؤوليه اصلا، فاهم؟ ف يعني رايك كده. طبعا العلاقه بين الراجل والست بتبقى مبنيه على التفاهم وان هما الاثنين بيكملوا بعض. تمام. يعني دايما الراجل بيبقى ليه شغل معين وليه حياه معينه وليه شخصيه معينه، الست لها شخصيه تانية، فالاثنين يعتبروا بيكملوا بعض. يعني بغض النظر عن الجزء الساخر اللي انا قدمته، لا يعني الاثنين فعلا. يعني انا قلت كلام كويس ولا قلت لا؟ كلام زي الفل. زي الفل. بس طبعا يعني لما تيجي تشوف الكومنتات على السوشيال ميديا الستات مستغربه بتقول ده حلم، ده في الجنه، مع انه يا جماعه عادي جدا. والرجاله تقول لك ايه، لا 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 ده هي اساسا ان هي تجيب الغم والنكد، فانا مش هعمل كده اصلا وانا ما عنديش وقت اصلا للموضوع ده. لا طبعا يعني مهما كان يعني الست اللي بتقدم لجوزها هو كمان لازم بيرد لها نفس الجميل ده. وعايز اقول بالنسبه لنقطه الانفصال الكتير والمشاكل الكتير، اعتقد ان هي زادت الفتره الاخيره نتيجه غياب اللي هو زعماء القبائل او زعماء العيله او المثل الاعلى بتاعهم او الكبير بتاع العيله. دايما لما تكون مشاكل بسيطه زمان كان بيبقى مثلا في كبير العيله نروح له الموضوع كذا فيقول لك ابنك غلطان يعمل كذا فبينفذ، يعني والسكينه فوق دماغه او السكينه فوق رقبته. دلوقتي لا، اجري على المحاكم، وكل حد مثلا بيدور له بقى على ثغره يطلع منها
فالموضوع بيتاخد في سكة المحامين مش في سكة الحد اللي عايز يصلح. فديت اللي من وجهة نظري انا اللي خللت العملية تزيد جدا في نسب الطلاق والانفصال والمشاكل دي كلها. مش عايزين نلوم اللوم كله على الست او للراجل، لا يعني احيانا الاتنين بيبقوا غلطانين، أكيد وفي طبعا. الغالب كمان يعني لازم الاتنين يبقوا مراجعين نفسهم ويشوفوا ويبقوا باقيين على بعض، اللي هم لو باقيين على بعض هيتحملوا اي حاجة بغض النظر عن المشاكل اللي بتحصل. أكيد طبعا. الفكرة إن هو ممكن ده يكون غلطان وممكن ده يبقى غلطان، بس مين بقى اللي يمشي كلام على الاتنين؟ يعني مين اللي يقول ده أنت غلطت في كذا فلازم تعمل كذا، أنت غلطت في كذا يبقى حقه إن هو يعمل معاك كذا، اللي هو بيعرف مين، يعرف كل واحد فيهم حقوقه وواجباته. فلا يعني هما الاتنين بقوا بيدوروا على إن هما إزاي يلعبوا بالقانون عشان يقولوا إن ده حقي، حتى لو مش حقه خالص. فالسكة كلها اتاخدت في الاتجاه ده، فده اللي خلى المشاكل عندهم تزيد، غير لما كانوا بيرجعوا لحد كبير. فزي ما قلت لحضرتك يعني بيفرض مثلا كلام عليهم هما الاثنين، فالاثنين بيطبقوا. افتقدنا للأسف دلوقتي بتشوف الأم بتقوي بنتها اكيد والأم بتقوي ابنها، فما فيش مثلا الأم مثلا هي مثلا تبقى مع ابن جوز بنتها يعني حماته يعني، وبرده نفس الحكاية مع البنت يعني لو طبعا. دي انا الاثنين. قليلين قليلين اللي هي تعتبر زوجة ابنها كأنها بنتها بالظبط، وقليلين برضو اللي تعتبر زوجها زي ابنها. يعني بقى خلاص من اول ما تخش البيت حتى لسه في الخطوبه يعني بيعتبروا نفسهم اعداء، مين اللي يقدر يكسب التاني او يكسب جوله في التاني او الكلام ده كله. فللاسف المشاكل بتزيد بقى من بسبب الحاجات دي كلها. انا بشكرك جدا يا احمد، واحمد طمان كان معانا الممثل والكاتب الساخر، نورتنا النهارده، ميرسي لحضرتك، وشخصيه ابو مرزوق بصراحه عجبتني جدا وانا ربنا مبسوطه يخليك. بالمشاركه معاك. ميرسي. اتمنى تكون الحلقه كانت خفيفه عليكم مشاهديني الكرام من حدوده وطن، استنونا الاسبوع الجاي في حلقه جديده وفقرات مختلفه. اشكركم.